اليوم أسألكم، أنتم لو بمكان أميرة يابانية، هذه الأميرة لها اللقب ولها الثروة ولها كل التفاصيل اللي فعلاً تخليها دائماً أميرة، وحبيتوا شخص والقوانين والعادات والتقاليد اللي عندكم ترفض هذا الموضوع، راح تختارين أنه أنت تبقين أميرة أو تختارين حبيبك؟ هذا السؤال لكم، أو تختارين الشخص اللي أنت حابة ترتبطين به؟ يلا جاوبونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، فيسبوك وإنستغرام وحتى يوتيوب، بخصوص هذا الموضوع، وخليني أسولف لكم تفاصيل أكثر، اللي هو عن أميرة يابانية تتخلى عن لقبها للزواج من حبيبها، وقالت أنه الحبيب لا يعوض. خليني أكمل الموضوع، ما أريد أعلق. وبالتالي تزوجت الأميرة ماكو اللي هي ابنة شقيق إمبراطور في اليابان من حبيبها وزميلها الجامعي السابق كي طبعاً والثلاثاء، وتخلت عن لقب الأميرة، وقالت إنها تزعم على إقامة حياة سعيدة مع زوج لا يعوض وحبيب لا يعوض. وبالتالي هذا كان في مؤتمر صحفي مشترك مع عريسها، وهو كان معها في الجامعة. وبالتالي عانت ماكو هذا العام من حالة نفسية شخصها أطباء على أنها اضطراب ما بعد الأزمات، وذلك بعد فترة خطبة استمرت 4 سنوات. اليوم نشوفها أنه هي حظت بمتابعة إعلامية، وأيضا أعلم أن الآراء تباينت حول زواجنا، وأشعر بأسف بالغ لمن سببنا لهم متاعب، وسيصبح اسم الأميرة مختلف تماما بعد تخليها عن اللقب، ويعني راح يصير على اسم زوجها، وتزوجت رجلا من عامة الشعب وهذا ممنوع. وأشارت إلى أن الزواج لنا خيار ضروري حتى نعيش سعداء القلب، وتمت مراسيم الزواج صباح الثلاثاء بعد أن أقدم مسؤول من وكالة إدارة شؤون العائلة الإمبراطورية أوراقا قدم وأيضا أوراقا لمكتب محلي اللي هو ليتم الزواج بين الأميرة وحبيبها. Her sister, Princess Kako, said that she appreciates Komuro for treasuring her. She said that she also thought it was very sad that their marriage was subjected to slander. In a joint statement, Crown Prince Akishino and Crown Princess Kiko said that they are very sorry for those who were troubled or concerned over their daughter's marriage. He also expressed deep gratitude to the people who have supported the marriage, which was unprecedented for the imperial family. Crown Prince Akishino acknowledged the two's determination to tie the knot despite the various difficulties and said, لو انتم مكانها ممكن تتخلون عن لقب الأميرة والمملكة والإمبراطورية على مود شخص انتم تحبوه، او ممكن تختارون العكس. بس دائما احنا نعرف اليابان، الكور، الصين، هذول الناس يحبون فعلا، يعني يحبون بنقاء قلب. أنا من الناس اللي أعشق المسلسلات والأفلام الكورية والأسيوية بصورة عامة، بس من ذيك الجهة مو من جهتنا. زين، دائما قصصهم حتى أفلامهم ومسلسلاتهم تلاحظون أنه بيها نقاء جدا عالي. فاليوم هي وجهة نظرها أنه الحبيب لا يعوض، خاصة أنه هم خطبة 4 سنوات وكانوا زملاء بالجامعة. فاليوم هي تخلت عن كل شيء وسحب منها اللقب بس لأنه هي اختارت شخص من عامة الناس، لأنه القوانين اللي عندهم ترفض هذا الموضوع تماما. ما أعرف يعني ممكن إيه وممكن لا، خاصة إحنا نعرف ممكن حياة الملوك أو الإمبراطورية تكون صعبة بقوانينها بتفاصيلها، وإجباري إنه هي تتزوج من العائلة المالكة، وإذا مو من العائلة المالكة فممكن من عائلة مالكة ثانية، بس إنه هي لازم تبقى بإطارها المحدد.